عاملين حسابه ولا فكرتوا في ظروف المباراة بس؟ يعني من وجهة نظري الشخصية او من معتقداتي وقناعاتي الشخصية ان حاجة بتميز النادي الاهلي التركيز على نفسه، يعني ايه اللي ناقصه او ايه اللي محتاجه او ايه المميزات اللي عنده اللي يقدر يستغلها. فدايما يعني تركيزنا بيبقى على نفسنا، يعني لو احنا ماشيين بشكل كويس دي حاجة بتسعدنا بالتأكيد، وتبقى هي دي الهدف. يعني في الدوري بتبص للنتائج الاخرى والفرق الاخرى، ده وضع طبيعي، لكن في النهاية اهم ان انت تشتغل بنفسك مش بغيرك. يعني طيب مش هينفع تبقى معايا وما اسالكش على سلسله في كذا لعيب طلع قرا مره واحده، في ناس مثلا زي مؤمن قلنا ان احنا مش هنستغنى عنه وفجاه لقينا 6 شهور لفريق سعود الاتفاق السعودي، رد حضرتك ايه خصوصا ان كان في لجنه كوره قريب، كان في اجتماع بينكم وبين لجنه الكوره قريب؟ احنا برضو بنتكلم بمهنية واحترافية، وبنتعامل مع الموقع او الموقف بحسابات تأكيد وترتيبات وتجهيزات والبدائل، يعني فوضع طبيعي جدا جدا جدا، احنا دايما في حسابنا. يعني بتمنى التوفيق لكل الناس، لكن يعني عشان تاخد قرار زي ده لازم يكون حسابات كتير، بس التوفيق عنصر مهم. الحمد لله معاك يعني، ومؤمن او احمد الشيخ او عماد متعب على اعراضه والتوفيق، لكن عندي كل في كل المجموعه ياخد يأدي بشكل كويس باذن الله، يعني نحقق الهدف بتاعنا باذن الله. نورتنا كده، كان خلص مع سيد عبد التحليلي.